مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه لشوط الختام تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا هنا المنطلق هو الشوط الثاني عشر والاخير في مجموع اشواط هذا الصباح للزمول المهجنات الاصايل، هنا ايضا لابناء القبائل هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم، وانطلاقة حولي والزمول من هجنة أصحاب السمو الشيوخ، نسير إلى صدارة، نسير إلى صبر على الصدارة وعلى المركز الأول محمد بن عبد الله بن راشد المذيوبي الكتبي من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مهاجر أحمد بن خليفة بن أحمد الرميثي يأتي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث يتواجد رياض السعيد بن علي بن سعيد الكتبي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع والمنطلق هنا على رابع المراكز نجد لسعيد بن علي بن واس الكتبي يأتينا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وخامس المنطلقين والقادم هنا زيزوم السيف بن مصبح بن جاسب المسافري، ويأتينا ما يهاب سالم بن حمد بن سليم الكتبي المتواجد بهذا الانطلاق الجميل هنا، والتحدي على المركز السادس، وفي المركز السابع الحسيني نايف بن منصور بن بدحان الهاجري هنا من يتواجد بهذا الانطلاق الجميل، وثامن المراكز هنا معزم مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج لقتبي من يأتينا بهذا الانطلاق الجميل، والتحدي والوصول من نشوان سيف بن هلال العليلي من ينطلق ويتحدى بهذا الأداء الجميل. المركز العاشر نجد ضاحي بن يمعة بن ضاحي بن تميم من يأتينا على المركز العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، أنها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء الجميل. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام وصدارة هذا الشوط هنا، والمقدمة وصبر لازال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لمحمد بن عبد الله بن راشد المذيوبي الكتبي المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني رياض لسعيد بن علي بن سعيد الكتبي من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث مهاجر أحمد بن خليفة بن أحمد الرميثي مع مهاجر على المركز الثالث، ورابع المراكز نجد سعيد بن علي بن واس الكتبي مع نجد على المركز الرابع، وخامس المراكز زيزوم يتواجد بهذا الانطلاق الجميل سيف بن مصبح بن جاسب المسافري من ينطلق مع زيزوم على المركز هنا أيضا الخامس. سادس المراكز يأتي ما يهاب سالم بن حمد بن سليم لقتبي من ينطلق هنا على المركز، هذه اللحظات والتحدي والإثارة في هذا الأداء الجميل على المركز السابع، بينما أو المركز السادس المركز السابع والوصول من نشوان على المركز السابع هنا بهذا الانطلاق سيف بن هلال العليلي من يأتينا على سابع المراكز، وفي المركز الثامن والمنطلق هنا نجد ضاحي بن يمعة بن ضاحي بن تميم على المركز الثامن، وتاسع مراكزنا المركز التاسع هنا أيضا الحسيني نايف بن منصور بن بدحان الهاجري ومعزم عاشرا هناك ينطلق في هذه اللحظات مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاق لقتبي من يأتينا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذه المسيرة.
نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى صبر. صبر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور من بداية الانطلاقة لمحمد بن عبد الله بن راشد المذوبي. ليكتبي من ينطلق بهذا الأداء المميز على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نجد ياتي على المركز الثاني لسعيد بن علي بن واس ليكتبي، وفي المركز الثالث مهاجر أحمد بن خليفة بن أحمد الرميثي. ووصل زيزوم، وصل زيزوم من مركز إلى مركز يتقدم بأداء جميل. هنا أيضا سيف بن مصبح بن كاسب لمسافري من يأتينا هنا أبو مصبح بهذا الأداء الجميل مع زيزوم وانطلاقته. ركز ركز أهالي رأس الخيمة يبون سلام هناك بهذا الانطلاق من زيزوم يا أبو مصبح. المركز الخامس هنا يأتينا في هذه اللحظات رياض لسعيد بن علي بن سعيد لقتبي، ووصلوا هنا وصلوا وصلوا والقادمون. المركز السادس ياهين الدكتور سعيد بن علي بن سالم الشيخ من يأتينا بهذه الانطلاقة. نجد من الجانب الآخر نجد هناك المنطلق بهذا الأداء ضاحي بن يمعى بن ضاحي بن تميم من يتواجد بهذا الانطلاقة، ومعزم معزم يصل أيضا ويعزم هنا ثامنا للسيد مطار بن حمد بن فلاج لقتبي. ويأتينا لحصيني هنا أيضا نائب منصور بن بدحان الهاجري المنطلق على تاسع المراكز والمركز العاشر ميهاب سالم بن حمد بن سليم لقتبي المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا المقدمة والمركز الأول بهذا الانطلاق المميز والجميل، وصبر صبر من يتواجد على صدارة على المركز الأول محمد بن عبد الله بن راشد المذوبي الكتبي هو المنطلق. يلا يا أبو سعود شد الحيل مع صبر على الصدارة على المقدمة. أرى أهالي العين قادمين مع شاهين، شاهين هنا للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ قادم أيضا بهذا الشعار الذي قدم العديد والعديد أيضا من الإنجازات القوية أيضا خلال هذا الموسم، أيضا أبدع بإنجازاته بداية من سن الحجايج حتى سن الحول والزمول. هنا بهذا الانطلاق المميز المركز الثالث زيزوم يأتينا على المركز الثالث بهذه الانطلاقة. زيزوم سيف بن مصبح بن كاسب لمسافري، ووصل هنا الحصيني، وصل الحصيني بهذا الانطلاق. يا سلام لحصيني لحصيني نايف بن منصور بن بدحان الهاجري من يصل، ومن الجانب الآخر هناك معزم معزم مطر بن حمد بن فلاق لقتبي. والوسو هنا يأتينا مهاجر أحمد بن خليفة بن أحمد الرميثي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. هناك الوصول يا سلام، بدأت الأسماء، بدأت الأسماء، والعليلي قادم مع نشوان سيف بن هلال العليلي، ونجد نجد أيضا هنا قادم لضاحي بن مع بن ضاحي بن تميم من يأتينا بهذا الانطلاقات. بن حاذا وصل هنا أيضا بهذا الانطلاق المميز مع أشقر علي بن محمد بن حاذا لقتبي في أول ندى لأشقر بهذا الانطلاقات. هناك أيضا بن سليم مع مايهاب، وبعود إلى صدارة، بعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. صبر على الصدارة، صبر على المقدمة وعلى المركز الأول هو الصدارة. هنا صبر بالانطلاق والتحدي لمحمد بن عبد الله المذيبي لقتبي، ولكن أرى التسلل، أرى التسلل.
التسلل، التسلل من شاهين، شاهين من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين هنا المنطلق للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع الكيلو، الكيلو متر الأخير المركز الثاني الحصيني، الحصيني قادم بكل قوة. أيضا هنا لنايف بن منصور بن بدحان الهوجري من يأتينا بهذه الانطلاقة على المركز هنا الثاني وبدأ يتسلل، بدأ يتسلل الله التحديات، التحديات ووصل العليلي مع نشوان سيف بن هلال. العليلي من يأتينا أيضا قادم بكل قوة. السلوم الله 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 التحديات قوية، التحديات قوية. السلوم السلوم شوط والله شوط 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 شوط. ولكن هنا نشوان من انطلق على صدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. سيف بن هلال العليلي من ينطلق على صدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والسلام لهالي فلي المعلة هناك بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة هنا. أو أهالي الرعفة وين يبون السلام؟ وين يبون درجة السلام هناك لأهالي اللبسة؟ لأهالي اللبسة هناك أيضا يستاهلون، يستاهلون هذا السلام. تهانينا تهانينا لسيف بن هلال بن هلال العليلي على هذا الفوز الجميل. تهانينا والناموس. سلام يا هالي الفلي، سلام سلام فلي بن معلة هناك بأم القيوين على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء ولحظة الوصول هنا أيضا لنشوان لسيف بن هلال بن هلال العليلي، لحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني، المركز الثاني. وهنا أتانا الحصيني نائب مصوم بدحان الهاجري والمركز الثالث وصل معزم. أشكرك يا سعيد بن حمد المطر بن حمد بن عبد الله بن فلاق الكتبي. المركز الرابع ما يهاب سالم بن حمد بن سليم الكتبي ومهاجر أحمد بن قديمة بن أحمد الرميتي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. وهنا التوقيت الزمني لحظة وصول أيضا نشوان 3:51 ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لسيف بن هلال بن هلال العليلي على هذا الأداء المميز. المركز الثاني شاهدينا الكرام كان من نصيب الحصيني من وصل الله هنا نايف بن منصور بن بدحان الهاجري من أتانا على المركز الثاني بهذه الانطلاقة في التحديد 59 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان من نصيب معزم مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاج الكتبي من وصل بهذا الانطلاقة هنا ب14:06 من الأجزاء من الثانية. هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس.